نعم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. راكم تشوفوا في الشيشه هنا معايا، ما عرفتوا واش حندير. راح نديروا اليوم شويه مقرط، نزيدوا شويه مقرط. انا نحب المقرط، يعني المقرط التقليدي نحبه في العيد، سورتو لا جاي يعني جاي يدوب في الفم وجا مرمل نحبه. حبيت نشارك معكم هذه الوصفه، هي ناجحه 100%. يعني كنت تبعيها بالتفاصيل تاعها راح ينجح لك المقرط، باسكو سي غالي ينجح لهم المقرط، يقول لك يتكسر لا يقول لك. تبعوا معايا هذه الوصفه ونديروه كيف كيف ان شاء الله. فهاد الوصفه واش نسحقوا؟ نسحقوا سفيد تشيشه، يعني مي هذيك التشيشه المتوسطه مش هذاك الخشين. انا هنايا درت موله كما راكم تشوفوا، درت هذا اللي نديرو ينجح لي بزاف بالمقروط تاعي. واش نسحق في هاد المقروط تاعي؟ نسحق 3 كيلات هكا مقروط. شوفوا كيفاش راهي الكيله، يعني الكيله راهي بومبي ماهيش مبلاضيه ماهيش ممسوحه، يعني راهي بومبي. جاك تحطيها هكا تحسيها بلا حط في يدك. ديروا 3 كيلات، وحده نزيدوا الكيله الثانيه. شوفوا كيفاش تكيلوا هكذا، اقعدوا هكا كيلوه هكذا. هذه الكيله الثانيه وهي الكيله الثالثه. شوفوا كيفاش ديروا هكا، يجي 3 كيلات يعني ماشي ممسوحين، فايضين يعني معمرين بومبي. هكذا نخلو هذه هنايا باش نديرو فيها السمن ديالنا. واش نديرو تانيك؟ نديرو قرصة تاع الملح، شوية ملح هكذا هنا هكذا. نديرو لافاني ديالي، نديرو شوية لافاني. كاين اللي ميحبش يديرها ما يديرهاش، مي انا نحب نديرو لافاني، نحب نعطرو بلافاني. نديرو شوية لافاني، هنا ندير شويه لافاني. هاهي هاي لافاني ديالنا هكذا. نحاولو نمسحوهم شويه ما بين تبرد السمن تاعي، يعني حطيتها تسخن درتها سخنت دابت، نخلوها تبرد. ما تستعملوش السمن تاعكم وهي سخونه، يعني خلوها تبرد لكم شويه ما بين راكم تخدموا هذا هكذا كيما راكم تشوفوا. واش نزيدو باش نيفيتيو هذاك التكسار ونيفيتيو انه يتحلكم في الزيت؟ نديرو زوج مغارف فرينه، نديرو زوج مغارف فرينه نورمال، نديرو زوج مغارف فرينه كيما راكم تشوفوا هكذا. زوج ماشي معمرين بزاف نورمال، زوج غير هكا هكذا هكذا البنات كيما راكم تشوفوا. نزيدو نواسيهم على هنا هكذا. هكا نجيبو الاخر تاع السمن ديالنا يكون برد لنا شويه. شوفوا دوك ولا برد وشوية برد تاعنا هاهو، نفرغو هنا. شوفو كيفاش راهو البنات، دوك أنا نكمل الكيلة تاعي بالزيت كيما راني درتلكم كيما راكم تشوفو. نكمل الكيلة تاعي نعمرها بالزيت هكذا. شوفو البنات هاك ماشي فايدة، يعني تعمر بالزيت هكذا ونرموها. بسم الله هكذا هكذا ونبداو نبسوه بيدينا هكذا. ندخلو كاع ها السميد هذاك هكذا هي هذا حاجة مهمة لازم ديروها.
هاكا البنات كيما راكو تشوفو، باش نزيدو لها عفسه ثاني باش يجينا مليح، يعني باش نتجنبو كاع هاديك الحوايج اللي صراو في المقروط، يعني اللي مالغري كاين ناس محترفين وكانوا يطيبوه من بكري المقروط، مي دي فوا تغيب لهم. مي حنا باش نيفيتو هاد الحوايج كاع هاديك نزيدو بياض بيضه كيما راكو تشوفو، هاكا نمشيها معاهم كاع هاديك عندنا كيما راكو تشوفو. هكدا نمشيوها كاع ونخلوه، نغطوه البنات خلوه تخليه يبات اللي تخليه في الليل، كيما انا دوكا راني درتو الصباح هكا درتوه مع العشيه، دوك نخليه في الليل ان شاء الله نشمخو معاكم بالماء زهر والماء، ونبدا نخدمو يعني ديريكت نبدا نخدمو يعني مليح باش هذاك الدبساس كاع يدخل فيه. كيما تشوفوا كاين اللي خلوه يبات، كاين بزاف انا كيبات جو تحسي ما جو ما درتي والو، يعني ضيعتي نهار كومبلي تتسنى في حاجه، مي هكا ماذا بيا نخليه العشيه منها عطيتو حقه ومنها انا تانيك ما نواسيش ما نضيعش الوقت. هكذا كما راكم تشوفوا نخلو البنات نخلو العشيه، نبداو نديرو له الماء تاعنا والماء زهر كما راكم تشوفوا البنات، نغطوه ونخلوه ان شاء الله يريح شويه. كما راكم تشوفوا البنات نغطوه ونخلوه يريح معانا. البنات المقروط تاعي شوفوا بعد ما ريح شويه، يعني قلتلكم درتو الصباح والعشيه جيت باش يدخلو مليح الدبساس، تحسيه بلي بيان شغل دخلو مليح لينام. دوك واش نجيب، نجيبو كيله تاع ما زهر والماء، نص كيله تاع ما زهر نص كيله ماء هام هنايا، ونبدا نرش فيه نرشو البنات، وديرو غير بصبعتكم هكذا يعني ما يتعجنش المقروط جامي يتعجن، وراكي تفتري هنا غير بصبعتك، دوك بصبعتك تحسي بلي نطملك هنا نخلو الانسان على حساب السميد تاعو هنا. هذا كيما راكم تشوفوا نزيد شويه راه غير بشويه، يعني ما تشمخوش بزاف قعدوا هكا هكا غير بصبعتكم حتى تحسوا لملكم بدا يتلم معاكم كيما راكم تشوفوا، مازال شويه نزيد شويه هكا نحط هذي نبدا نشوف هنا حتى يبدا ينطم معاكم بلا ما تعجنوه، غير هكذا باش تعرفوا ولا نطم ولا لا كما راكم تشوفوا هكذا. قسموا على اثنين اذا كانت كونتيتي بزاف، قسموا على اثنين هكذا حتى لو تجف لكم شويه معليش، عاودوا شمخوه بالماء زهر نورمال شويه شويه هكذا هكذا. البنات شوفوا شوفوا كيفاه، يعني نخلوهم هكذا نديروهم زوج هكذا الخويرات هكذا، ونخلوهم نغطوه ونخلوه يريح بجي شويه
ما بيت نديرو الفخص تاعنا، نغطوه الطرشون نخلوه يريح معانا حتى نديرو الفخص تاعنا. جينا البنات نديرو الفخص تاعنا، راح نديرو هي 3 كيلات لوز. دوك ناخذو عينيا ميزاني باسكو ما درتش بزاف يعني اللوز، ناخذو هكا. نتوما دور ديرو بالكيلة كيما هكا، هكا 2 كيلات هكذا. نزيدو كيلة طروازيام هكذا كيما راكو تشوفو، كيما راكو تشوفو البنات هكذا 3 كيلات. نديرو 3 كيلات لوز هكذا، عينكم يا ميزانكم على حسب الكونتيتي اللي درتو بها العجينه هكذا كيما راكو تشوفو. درت هكذا شويه شويه منها، وندير شويه سكر. السكر حاولوا ما تكثروش بزاف، ماشي شرط ديروا كيله، ديروا كيله غير ربع. انا وحده ما نحبش ندير بزاف السكر باسكو راح يتعسل الاخر هكذا، باش ما يجيكمش يابس ثاني في الداخل كيما راكو تشوفو هكذا. نزيدو شويه لافاني، اللي حاب يدير القرفه يدير. انا ندير لافاني هكذا، لافاني تخرج لي ريحه اللوز هكذا. ندير شويه لافاني هكذا ونخلطو هذا قايتيك كيما راكو تشوفو البنات، حاولو تخلطوهم مليح هكذا. واش نديرو تانيك؟ نديرو مغرفة سمن، مغرفة سمن ولا زبدة اللي عندك. ندير مغرفة مارغرين، دونك راهي دايبة عندي هنايا اهي، هاهي مغرفة مارغرين هنا هاهي. واش نديرو معاها؟ نديرو بياض البيض، نديرو بياض بيضة البنات. قولي لي علاش بياض بيضة؟ البيض الابيض ما يخليش اللوز تاعكم يعني يكحل، ما يجيش ما تجيش في هذيك الكحول يعني ما يجيش كحل، ومن ثم ما يخرجش هكذا هكذا. حاولوا نستعملوا يدينا هكذا كيما تشوفوا البنات هكذا، باش تدخل كاع مليح المارغرين وهذيك البيضه في لافاس هكذا هكذا. نبداو نضموها بماء الزهر غير بشوية، حاول ندخل كلش. كيديري لافاني مع اللوز يعني تعطيك واحد واحد الرائحة هكذا البنات. ونبدا ندير في الماء الزهر هكذا، حاولو تذوبو هداك السكر هذيك المارغرين بيديكم هكذا هكذا. شوفوا شوفوا كيفاه، تكون عندنا عجينه هاي، تكون عندنا عجينه اللي نقدروا نديروا بها يعني حربوش باش نحشو به البودان تاعنا تاع تاع المقرض هكذا. ها هي كوننا دوينا تاعنا هكذا، نخلوها بجيه ونجيبو العجين تاعنا تاع المخروط ونبداو نشوفو ولا نشف نزيدو شويه ما زهر باش نبداو نشكلو المقروط تاعنا. كيما راكو تشوفو البنات شوفو بعد ما وليت ليه شوفو لقيتو عاود ولا نشف، من السميد تاعي شرب نزيدو له شويه ما زهر هكذا باش يتشمخ لنا. اللي يخافو يشمخو كل وقت نشمخو غير بشويه هكذا، البودا اللي حنستعملو نشمخو هكذا كيما هنا هكذا. ها نشمخت شويه هنا، دوك هذا نستعملو نخدم الاخر تاعنا، ندير البودا تاعنا الاول نخدمو كيف كيف، نزيدلو شويه ها مخصوص هكذا هكذا
عطي الجفنه تاعك تجي كل ما تجي حديري واحد تشمخي باش ما ينشفلكش، بس ما تضليش كل وقت تشمخي، يعني اللي حديريه شمخي. ها هو هذا تشمخ معنا، ها هو هذا تشمخ معنا، حط الجفنه تاعك تجي ونجيب هذا على البلان دو طرافاي تاعي. ها هو البودا اللي شمختو، شوفوا كيما راكم تشوفوا البنات، ها هنا حاولوا نديروا هكذا هكذا ونبداو نديروا له طريق في الوسط هكذا كيما راكم تشوفوا. كاش اسهل من المقروط تاعنا الجزائري يعني، ومنتوما يعني لازم يكون في كل دار. نديرو الحلبوش تاعنا تاع اللوز هكذا هكذا كي تشوفو، كيما راكم تشوفو هكذا اللي خصكم ديرو. نغلقو لاخر تاعنا، نغلقو البودان تاعنا هكذا هكذا. تخاف تستعمل حاجة كبيرة تقسمها على زوج باش ما يتقسم لها شوية، تقسمها على زوج هكذا. وكيما الحجم كل واحد كيفاش يحب يديرو، كاين اللي يحب يديرو كبير، كاين اللي يحب يديرو صغير. انا وحده نحب نديرو متوسط يعني، ما هو صغير ما هو ماشي مقيرط يعني صغير وماشي. شوفوا انا حنقسم على زوج يعني باش نخدم بعقلي هكذا هكذا يعني هكذا مليح. ديروا هكذا دوروه شويه باش يجيكم عفوا باش يجي جو بومبي ما يجيش فيه لي تراس تاع اليدين هكذا كيما راكم تشوفوا. دوك نبدا نقطع نقول بسم الله، هنا دائما يجي فيه الفي ومن بعدك تقطع عينك يا ميزانك. حبيتي ديري بجوج صبعتين ديري بجوج صبعتين قطعي هكذا، ندير تاع جوج صبعتين باش نجيبهم بيبري يعني نجيبهم حجم واحد هكذا هكذا. كيما راكم تشوفوا البنات شوفوا كيفاش خرجت من الحبه هكذا. حاولوا ديروا لها هكذا باش تعطيكم باش تجي بومبي هكذا. حطوها بجيه وجدوا سنيوه قدامكم، حطوها وجدوهم كاع يتيك باش كي تبداو تقلو تقلوهم كاع على جيه يعني هكذا كيما راكم تشوفو. هاكا البنات شوفو الحشو الداخل هكذا اللي يحب يديرو كبير يديرو كبير، اللي يحب يديرو صغير على هكا يدير صغير على هكا، يعني كل واحد كيفاش يحب ياكل المقروط ديالو. ومن بعد هي الصح البنة والتبساس هو الصح يعني كبير ولا صغير، المهم تجي في هذاك القول انا نحوسو هنا. نوجدهم انا دوك نديرهم نكملو قاعيتك ونولو كيف كيف البنات، نحطو نقلوهم ومن بعد تيك نعسلوهم. كما كتشوفوا البنات انا درنا الزيت تاعنا يسخن، دوك غير يسخن عندنا الزيت نقصوا له النار نديروها متوسطه. شوفوا راني رميت المرصو تاع الفتات اللي عندي اللي تبان بلي سخنت، ديروا هنايا نسيو نرفدو هادي هكذا نحطوهم هنا كاع يتيك هاك تشوفوا البنات هكذا. وتكونوا تخنتوا شويه الزيت العسل حطيتوه يبرد، ما ديروش سخون خلوه يبرد يعني باش ينطلق لنا برك هكذا. البنات شوفوا هكذا نرمو المقروط تاعنا ونخلوه يتقي يطيب. كيما قلت لكم ما ديروش على نار قويه
يعني مع الاول قووا النار باش يسخن الزيت، غير يسخن الزيت نقصوا النار وطيبوا كيما تحبوا، كل واحد كيفاش يحبوا، كاين اللي يحبوا احمر، كاين اللي يحبوا صفر، كل واحد كيفاش يحبوا. ومن بعد ديك غير يطيب نحطوه داخل العسل ونخلوه يريح داخل العسل حتى نزيدو الدوزيام، يعني حتى نديرو الطبقه الثانيه باش نحوه من العسل ونزيدو الطبقه الثانيه نديروها في العسل. ماما هكا تكونوا فهمتوا. شوفوا البنات ها هو ها هو يطيب معانا، ها هو ما تفتت ما والو، يعني قاعد هو هو كيما راكم تشوفوا البنات. ان شاء الله يكون عجبكم البنات، ودوكو نطيبو ونعسلو ان شاء الله، ونتلاقاو كيف كيف ان شاء الله في صحن التقديم. هاو البنات المقروط تاعنا من بعد ما وجد انا قليناه وعسلناه، صورت معاكم يعني حبيبات برك، انا مازالني نقلي. ان شاء الله يكون عجبكم البنات، شوفوا شحال الشباب جاو معسل ومرمل، يعني خصنا نحلكم محبه هنايا. شوفوا البنات شوفوا كيفاش جا الداخل يعني مرمل، شوفوا ومعسلتو مليح يعني قعدتو مليح في العسل. ان شاء الله البنات يكون عجبكم، ما تنساونيش في جام وبكومونتير يعني باش يشجعني شويه. وصحة فطوركم البنات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.